كامل ابن حجر رحمه الله في الفتح فيه تفصيل على الحديث. الأخ يقول هل في أحكام ابن حجر على فتح الباري تفصيل؟ ابن حجر في هدي الساري في المقدمة اشترط أن كل حديث يورده في وصل المعلقات أو في الزيادات على الأصول ويسكت عن أنه حديث حسن على هذا نقول حسن ابن حجر لأنه نص عليه في المقدمة. وما الأحاديث التي يريدها استشهادا أو يريدها استدلالا واحتجاجا على مسائل فقهية، هذه لا يقصد ابن حجر حسنها ولو سكت عنها. قد رأيت بعض الأخوة خلط بين الأمرين فيظن كل حديث سكت عنه ابن حجر في الفتح حسن لما ذكره في المقدمة، وينبغي التنبه لذلك. ما ذكره في المقدمة يقصد به ما كان زيادة على الأصول أو تخريجا للمعلقات، وأما ما يحتج به ويستدل به على مسائل فقهية في أثناء الشرح فهذا لم يحسنه ابن حجر ولم يتكلم عليه. إن حسن في نص عليه في الفتح هذا واضح، وإن سكت عنه نبحث وننظر في مواطنه، ولا ننسب ابن حجر أنه حسن حتى ينظر في المواضع الأخرى. ولكن يشير إشارات على منهج ابن حجر. ابن حجر رحمه الله له تغيرات شأنه شأن العلماء، فأنت حين تقرأ النخبة ترى فرقا كبيرا بين النخبة وبين كتاب النكت على كتاب ابن الصلاح، وترى في النكت قوة علمية واتباعا لطريق من مضى من الأوائل، وترى في النخبة ضعفا واتباعا لأصول الأواخر. وحين تقرأ في تخريجات ابن حجر للأذكار ترى فرقا بين هذا وبين أحكامه في الفتح أو في التلخيص الحبيب. فهو في التلخيص يشير في مواضع كثيرة إلى قويل الأئمة، وله أحكام متفاوتة في الرجال ما بين التقريب وما بين تصحيحاته وتضعيفاته في الفتح أو في التلخيص الحبير. والتقريب هذا هو عصارة ما يراه صوابا مما ذكره في تهذيب التهذيب، وليس من الضرورة يكون هذا مقرونا بأقاويل الأئمة الآخرين. بدليل مثلا، نضرب مثلا لذلك، حين تقرأ قول ابن حجر في التقريب عن صدقة ابن موسى الدقيقي قال عنه بأنه صدوق، وأنت حين تنظر أقاويل الأئمة في صدقة ابن موسى الدقيقي ترى الأكابر يضعفونه ولا يحتجون به. فإذا النتيجة توصل إليها ابن حجر لأنه صدوق، هذا غير دقيق،
لأن أكابر الحفاظ يضعفون ويطعنون فيه ولا يقبلون حديثه. أمثلة هذا كثيرة في مسألة المستور والمجهول والتوثيق. تارة يوثق بعض المجاهيل، تارة يجاهل بعض من يحتج بحديثهم. لأن قلت لكم هو يراعي مسألة ما قيل في التهذيب أو في تهذيب الكمال. فحين ننظر مثلا لأبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن. فأبو قابوس مثلا هو ينظر إلى موثقة واحد قد يقول عنه مقبول، لكن ما ينظر لمسألة الترمذي صحح له في حديث تفرد به. الترمذي صحح له في حديث تفرد به وهذا يعني أنه ثقة عند أبي عيسى. وأي فرق بين كون أبي عيسى يقول أبو قابوس ثقة، أو أن يقول في حديث تفرد به هذا حديث حسن صحيح؟ لا فرق بين هذا وبين هذا. وابن حجر ما يعمل هذا في كل كتاب التقريب، ما يعمل هذه القواعد أبدا. إذن هذه قواعد نظرية ما بنيت على أمور عملية. وهذا أوسر في أن أقول لكم دائما أنه لا يجوز الحكم على ظواهر الحديث ولو درست الإسناد بكل عمق حتى تنظر أقاويل الأئمة المعروفين بالجرح والتعديل كالأوائل، وتطلع على كتب العلل. كذلك الحكم على الراوي بأنه مجهول، من ذلك يقول في التقريب عن وكيع بن حدس بأنه مقبول. عند المقبول لا يحتج به حتى يتابع، وتبعه عامة المعاصرين على هذا القول، يقول عن وكيع بن حدس مجهول، وذلك يضعفون حديثه كحديث الرؤية على جناح طائر، كحديث النعدة من رب يضحك، وأورد له الإمام أحمد رحمه الله تعالى جملة كبيرة من الحديث. قد يكون الإمام أحمد جمع فأوعى في حديث يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن أبي رزين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سلسلة في المسند ولكن حين ندرس حديث وكيع بن حدس نعطي دراسة خاصة، ما ننظر لما قيل عنه من الأمور النظرية. نرى أن وكيع بن حدس صدوق يحتج بحديثه، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول أن الإمام أحمد يقول عن وكيع بن حدس حديث مشاهير. الأمر الثاني أن الترمذي صحح له ما تفرد به الأمر الثالث أن الدارقطني في كتاب الأسماء والصفات ذكر في المقدمة أن كل من أوردت في هذا الكتاب فهو ثقة محتج به، وحكى هذا عن أهل العلم، وأورد حديثا لوكيع بن حدس، فهذا دليل على أنه معروف، وأن الأئمة يحتجون ببعض أحاديثه. فهذه قرائن تجعل فوق مقال ابن حجر بأنه مقبول. نعم شيخ، حديث يعني رؤيا جاء طائر حديث نعم رؤيا جاء طائر وجاء من طريق يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن أبي رزين سنده صحيح على الصحيح. نعم.
شيخ سؤال سؤال